هذه المواقيت ما فائدتها؟ نعم. حتى نعرف مسألة المحادثة أو ما المطلوب. المطلوب بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت في حديث ابن عباس، قال هن لهن، أي هذه المواقيت لهن، الضمير يعود إلى أهل تلك الجهات. ممتاز. هن أي هذه المواقيت، لهن أي لأهل اليمن ولأهل نجد ولأهل المدينة ولأهل الشام. ممتاز. ولمن أتى عليهن أي على هذه المواقيت من غير أهلهن، يعني شامي جاء من طريق نجد، يماني جاء من طريق المدينة. تمام. هؤلاء لا يلتزمون أن يذهبوا إلى ميقاتهم، إلى مواقيتهم الأصلية. صحيح. بل هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وبالتالي كل من أراد الحج والعمرة ومر بهذه المواقيت يجب أن يحرم منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها لمن أراد الحج والعمرة.